السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رابح ماجر، وين دار تصريحات في الدور الكأس، وين المنتخب الوطني الجزائري محظوظ بلاعبين ناشطين في قطر والخليج. ماجر خويا غيبا يقول لك انت ملي كنت اونترينر وما وليت تجيب لعابه من الخليج، انت ملي كنت اونترينر يعني كنت مدرب تاع منتخب وطني وما جبتش لعابه من الخليج، ما ادري من ديت منا من البطوله بصح ما جبت من الخليج، كنت لعب في بونجاح وقيل لعبت دو مشروع من بعد طردته. ويتحدث نجم كرة القدم الجزائرية السابق رابح ماجر في تصريحات لشبكة قنوات الكأس عن مشاركة على تحضيرات المنتخب الوطني الجزائري للمباراة يوم 25 مارس التي يحتضنها الملعب مدينة دوالا بملعب جابومة، يعني الملعب جابومة اللي راه مليح، راه يعني والراوه راه مليح، خاطش علاه نقولوا بلي راه مليح. يا اللعابه تاع الكاميرون يا هذو مشي تاع تشاد ماشي تاع اثيوبيا، يا اللعابه تاع الكاميرون فاني في اوروبا كاع، راه جايب 25 لعاب كاع من اوروبا، فاني هو راه جايب 25 لعاب من اوروبا ماشي يكون على بالكم، فاني اللعابه هذاك تاع البايرن ميونخ هذاك تاع ليون هذاك يعني فاني كيبغوا يلعبوا في تيرا شباب، ابو بكر هذاك فاني كيبغي يلعب في تيرا شباب، فين كيبغيو يلعبو في تيرا شباب، هذه هي فين ما يلعبوش يلعبو في تيرا كي والو، وحنا غير واحد فينا حصلنا في جابوما، خاطش علاه كون تبقاو كون تعاودو تولو تتفرجو المباراة تاع الكوت ديفوار يعني بولا في الارض والدور نورمال كتلونا اللعب بولا في الارض دور، على هذيك نقولكم يا ودي حنا غير حنا اكبر ناس يخلقوا مشاكل يعني باش نداو مشكلة، نخلقوا مشكلة باش نسوا مشكلة. في طول نهضرو يا سي جمال بنكون خرجوا بإعلام توا الناس زعما إعلام قوي، شي قال حنا عندنا واحد الخمسة ولا ستة إعلاميين مساكين اللي يهضرو وداروهم خوانا ولا يبانو بلي هما اللي دخلوا فرنسا 1830، كاين اعلام كاع اعلام يعرف كرة قدم. يا سي جما بالماضي انت غينيا استوائيا، انت كيفاش لعبت انت كيفاش درت ماتش نيل مع 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 سيراليون نورمالمون تقرا المباراة، وين راه المرض؟ انا كيفاش ما ماركيتش؟ وين راه صاحب اللمسة الأخيرة طاك طاك طاك، وين راه في الميليو تيرا كيفاش ما ماركيتش انا؟ كيفاش البولا ولا كاينة فوضى؟ كيفاش منا نقراها؟ عندي ثلاث ايام ولا اربع ايام باش نلعب كونت غينيا استوائية. انا كيما انويت قلت انا جماعة بالماضي غادي يقرا المباراه يدير مسح كلي وفيها زلوقي وفيها بن ناصر غادي يدخلوا صايب غادي غينيا استوائي غادي تخلص، زدنا خسرنا قلت صايب. بعد قال لك يا ودي غادي يكون اخرى تخسر واخرى دير ماتش نيل واخرين يموتوا بالكورونا كاع، واللي كبر اخرى اللي يتلعب في الجروب الاخر يتغاشاو ويطيحوا في غيبوبه، حنا نربحوا الكوت ديفوار ونفوتوا. ولينا نهضروا كيما قلنا جماعة بالماضي باينه، قرا ماتش نيل وقرا الخساره، زروقي وبن ناصر ميليو تيرا اللعاب غادي كاع يولوا غادي كوت ديفوار غادي تخلص. انا توليت نقول يا ربي سنيه كيما 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 تاع تونس سنيه في 80 دقيقه، يا ربي سنيه في 80 دقيقه ميطاحوا علينا، ولي نقول يا ربي سنيا في 80 دقيقة، كو غي يغلط لاربيت كو غي يغلط يسنيا في 80 دقيقة. وين أشاد المدرب المنتخب الوطني الجزائري السابق رابح ماجر بلاعبين جزائريين الناشطين في الدوريات في الدوري القطري لكرة القدم، وهما هذا بونجاح كاع يبغوا بونجاح، والله ماني بونجاح حاجبكم والله العظيم، وهم بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري وزميله جمال الدين بن عمري، يعني وشوف وكاين ابراهيمي وكاين بصح ما جبدهمش، كاين طاهر راه في القائمه ما جبدوش.
وقال اللاعب نادي بورتو البرتغالي سابقا ماجر أن المنتخب الوطني الجزائري محظوظ جدا بوجود لاعبين ينشطون في البطولة القطرية لكرة القدم بشكل خاص وفي الدوريات العربية والخليجية بشكل عام. يا ودي قطر بالسيف عليكم تشكروها والو. ونوه المدرب كتيبة الخضر السابق إلى الفائدة الكبيرة التي سيجنيها هؤلاء اللاعبين بالمشاركة مع المنتخب الجزائري يعني في مونديال 2022 بقطر بالعاصمة القطرية الدوحة. واعتبر رابح ماجر أن اللاعبين الدور القطري لكرة القدم وباقي الدوريات الخليجية سيستفيدون رفقة كتيبة المدرب جماب الماضي من تحضيرات جيدة لتقديم يعني لقادم الاستحقاقات في التحضيرات لكأس العالم في نوفمبر 2022. وتابع في سياق حديثه عن حظوظ يعني الجماب الماضي في المباراة التي سوف تقام يوم 25 مارس أن اللاعبين مباراة وين شافها باللي ماجر بأن المباراة التي هي صعبة لكن أعطى الأفضلية للمنتخب الوطني بالفوز يعني في دوالا يعني خاصة مثل وين هو قالوا من المشاركة نجوم منتخب الأول مثل يوسف بليلي بغداد بنجاح وبقية لاعبين كتيبة المدرب جماب الماضي. أبدأ أحد صناع ملحمة خيخون في كأس العالم بإسبانيا رابح ماجر دعمه الكامل للناخب الوطني وأشباله متمني في خاتم التصريحات يعني الفوز في الكاميرون وعلى الكاميرون. هذه هي هذه مليحة بصح باش تقول لي بلي اللعابة تاع زعما اللعابة غادي كيما حافظ تصفاوت العام اللي فات مي ولدو بغا يسني في قطر قال لهم باش يوجد للقطر لكأس العالم باش تكون عنده يعني الطاقة وكلش على ديتو للبريس هاكو خليته في قطر هاكو قاعد في قطر تحوسو تقيسو غير الرماد تحوسو تقيسو غير الرماد على العينين تاع الغاشي هاكو خليته في قطر من انت عارف بلي غادي يدي تجربة كبيرة ويدي على هذيك نقول لكم بلي ودي حنا اليوم منتخب الوطني الجزائري يعني نقولوا بلي جمال وين بالماضي وين نقولوا بلي وين ماجر يعني خلي مليح ماجر باغي لي كيما نصرال تربح ما نعرف بالك يربحوا بالك ورا باغيهم بالك يربحوا ما تنجمش تعرف وين نقولوا بلي المنتخب الوطني الجزائري وين عندهم نقولوا بلي مباراة أنا نعتبرها مباراة يعني لو كان يخدموا غريسانهم مليح رايحين يديروا مفاجأة فماك يعني واش غادي نقولوا حنا دروك المنتخب الوطني يا ودي على بالي هذا ما داش تشكيلة وانا اش غادي نقول لكم ما داش تشكيلة دروك حنايا احنا دروك اش غادي نقولو الله غالب دروك احنا الله غالب دروك راهو يلعب ماندي احنا تمنينا ماندي يلعب ماندي ملعبش بالك غادي يلعب بالك غادي يلعب نهار الحد وقيلا الديزناف يلعب وقيلا البان وقيلا يلعب والله ما على بالي لا البان ولا والله ما نشوفوا وين تيلعب انا عرفت وين هو عنده مباراه التاليه وقيل الفا يلعب وقيل الفا وقيل الفا ولا الفاتيا ما ناش عارفين وين تا المهم حنايا حنا دروك وين لعبوا هما مباراه قويه امام جوفنتيس يعني وين كانت مباراه قويه ايوا نهار الحد يلعب هو انت يا ربي بدا لا مشي لحد ديزنيف اليوم يلعب اليوم غادي يلعب هو اليوم ناس يلعب ان شاء الله يلعب يا ودي كوغي يلعب غادي يلعب على الستة ونص يلعب نابولي على ثلاثة إن شاء الله بربي حنا نقول لك لا
يجعل حنا نحوسوا هي اللعبه هذو يلعبوا صعيب سورتو ماندي سورتو ماندي والله بصح ماجر خويا ما تقولش بلي تاع الاخرين خير لا تاع الخليج ومحظوظين محظوظين يعني عندهم بالماضي راه معاهم راه محظوظين راهم يبردوا على مكان تاخذ اخرى لا